مرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين الواردة في المواقع والصحف الإخبارية الصادرة لهذا اليوم. من الأيام مزارعو حضرموت يتركون مهنتهم ويحملون وزير الزراعة المسؤولية. صحيفة بريطانية: استهداف السعوديين للإمدادات الغذائية في اليمن أسوأ من اختفاء جمال خاشقجي. ومن أخبارنا المنوعة: فئران إندونيسيا تعطل طائرة الحكومة الألمانية. أهلا بكم، والبداية من صحيفة الأيام التي أوردت عنوانا من حضرموت: فبعد منع التحالف العربي لاستيراد أنواع من الأسمدة فإن النتائج تكون كارثية على المزروعات، وعنوانة الصحيفة: مزارعو حضرموت يتركون مهنتهم وتحميل الوزير مسؤولية عدم استيراد السماد. قالت الصحيفة إن فلاحي وادي حضرموت أطلقوا نداءات استغاثة من احتمالات توقف عجلة القطاع الزراعي نتيجة لانعدام الأسمدة في السوق المحلي جراء القيود التي فرضت على عملية الاستيراد لجميع أنواع الأسمدة من الخارج. وطالب عدد من فلاحي وادي حضرموت قيادة التحالف بتوفير احتياجات الحقول الزراعية من الأسمدة، لا سيما يوريا درجة 46% والسماد الأسود الثلاثي، قبل أن تتدهور عملية الإنتاج الزراعي بالوادي والذي سيكون له تداعيات سلبية في عموم المحافظات المحررة. وتساءل الفلاح رجب حميد في حديثه للأيام: كيف يغفل المسؤولون تظلمات الفلاحين من انعدام السماد والذي نتج عنه انخفاض في المحصول إلى أقل من النصف بكثير، موضحا: كنا نزرع 20 فدانا، اليوم لا نتمكن من زراعة نحو 7 فدانات مع انخفاض الإنتاج إلى نحو الثلث قياسا بالأعوام السابقة. وأوضح أن سعر الكيس الواحد من سماد اليوريا وصل إلى 42,000 ريال يمني بعد أن كانت قيمته في العام الماضي 8,000 ريال، وهو ما ساهم إلى جانب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في غلاء المنتجات الزراعية في السوق المحلي، وبالتالي إلى قلة إقبال الناس على شرائها. وأشار الفلاح عمر هادي إلى أن الكثير من الفلاحين تركوا الزراعة واتجهوا إلى أعمال الحطب وغيرها من الأعمال البدائية. عن ما أسماها أهم الثورات في المنطقة العربية، كتب أحمد عثمان مقاله الذي تنشره بلقيس، وقال في جزء منه: ثورة أكتوبر هي إحدى أهم الثورات في المنطقة العربية، حيث أجبرت أكبر إمبراطورية استعمارية على الرحيل. لقد قدم اليمنيون التضحيات الجسيمة وركبوا صهوة الموت لقلع قوة عالمية، وهم الحفاة إلا من قوة الحق ولباس البسالة. لقد كان إخراج المستعمر حلم اليمنيين شمالا وجنوبا. بعد نجاح ثورة سبتمبر ارتفع سقف الأمل لدى الثوار وازدادت فرص النصر، حيث دخلت الثورة كأداة للتحرير مثلما كان الجنوبيون ثوارا في سبتمبر، فالشعب واحد والحلم واحد. توحدت أكثر من 20 سلطنة في دولة جمهورية اليمن الديمقراطية، وكان الهدف الأول لجمهورية اليمن الديمقراطية وثوارها وقادتها هو تحقيق الوحدة اليمنية. كان ذلك محفورا في أدبياتهم وتاريخ قادتهم وكتابات مفكريهم وفي السياسة والتعليم والشعر والفن، فكل شيء في الجنوب وثورته ودولته كان يمنيا وحدويا بامتياز. لقد تعثرت الأماني وانتكس الحلم وذهب الشطريون بعيدا نحو الاقتتال والانقلاب. لقد غرقوا في البركة التي غرقت فيها العرب قديما وحديثا، وهو الحكم بقوة السلاح، بعيدا عن البحث عن نموذج يحل إشكالية الحكم. نأمل أن نخرج من هذه الفتنة والحروب بحل جذري لكارثة الحكم بالأغلبية والسيف، لكي نستفيد من ثورتنا وبطولاتنا الفردية والجماعية قبل أن تحرق في دوامة السلطة ومحرقة الكرسي اللعين، لننطلق بطاقتنا الجبارة ووطننا الغني بكل مقومات النهوض والتطور والحضارة. من كان يصدق أن الاحتطاب سيعود من جديد بعد أن اختفى قبل عقود من المدينة وكاد أن يختفي أيضا من الريف، إلا أنه عاد وبقوة إلى المدن الرئيسية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. وعنوان موقع الجزيرة نت: الحطب ملاذ اليمنيين في مواجهة أزمة غاز الطهي.
الحطب غال الحطب غالي، يكررها الحاج علي بلهجة سريعة تنم عن زيادة الطلب على حزم الأخشاب الصغيرة المكومة بباب متجره بعد أن حلها اليمنيون محل الغاز المنزلي شبه المنعدم في محاولة للتغلب على الأزمات التي تعصف بهم في بلد تصنفه الأمم المتحدة بأنه يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم. علي الذي استحدث مؤخرا قسما لبيع الحطب في متجره يوضح هناك حزمة نوعية تبلغ قيمتها 400 ريال ونوعية أخرى ب 600، ويشير بيده هذا حطب جودة أفضل وهذا أقل، والذي يعجبك خذه. وخارج المتجر تقلب امرأة بيدها حزم الحطب وبالأخرى تقبض على يد طفلها حتى لا تغفل عنه ويتجه نحو السيارات المنطلقة في شارع الحصبة وسط العاصمة صنعاء، وبعد وقت اكتفت بشراء حزمتين ذواتي الجودة الأفضل. يقول صاحب المتجر الصغير وهو يستلم نقودا من المرأة التي حاولت مساومته في السعر أن أسعار الحطب ارتفعت بسبب زيادة الإقبال عليه بعد انعدام الغاز المنزلي وتحول الآلاف من اليمنيين في المدن والقرى لاستخدامه في الطهي. يبدو أن أزمة الغاز المنزلي قد تطول أكثر مع غياب أي مؤشرات لحلحلة الأزمة بالموازاة مع تزايد الطلب، وفق تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالبرلمان الخاضع للحوثيين بصنعاء. ويقول التقرير أن الشركة اليمنية للغاز التي يسيطر عليها الحوثيون لم تعمل على استيراد كميات من مادة الغاز عبر ميناء الحديدة. ووفقا للجزيرة يأتي ذلك في وقت يحتجز مسلحون حوثيون عشرات الناقلات في محافظة البيضاء كانت قادمة من مارب باتجاه صنعاء. مآل التحديث العربي من الدولة إلى العصابة، تحت هذا العنوان كتب المفكر العربي برهان غليون مقاله في العربي الجديد. كان من الممكن لثورات الربيع العربي أن تشكل فاتحة لتغيير في علاقات السلطة يعيد الطغم الحاكمة سواء أكانت طبقات أو شرائح أو نخبا لقيطة إلى الواقع، ويدفعها إلى القبول بحد أدنى من المساومة على حكم الاستثناء الذي تريد تخليده، ومعه إلغاء أي مفهوم للحقوق والواجبات والقانون والعدالة والمواطنة بل وللسياسة، والاعتراف بوجود شعب مالك الأرض تجمع بين أفراده رابطة سياسية تتجاوز بهم الولاءات الأهلية والعصبيات الطبيعية من طوائفية وعشائرية وأقوامية لتؤسس الالتزامات المتبادلة يحكمها الولاء المشترك للقانون، وبالتالي الكف عن التعامل معهم كما لو كانوا قطيعا من الماشية وفي أحسن الأحوال أتباعا وموالين شخصيين، لكنها فعلت العكس. هكذا قادت الثورات المضادة الطغم الحاكمة إلى تبني سياسات أكثر تطرفا في العنف والإقصاء والاستثناء، فأطبقت على شعوبها بقبضة آلتها الجهنمية الأمنية لتعيدها إلى أوضاع أسوأ بكثير من السابقة بعد أن قوضت أركان الدولة ومؤسساتها ووضعت المجتمعات في دوامة الفوضى العارمة التي تحتاج فيها إلى زمن طويل قبل أن تستعيد توازناتها وسكينتها ورشدها وتتمكن من بناء رد منظم على استباحة فضائها ومحرماتها. لكن بتقويضها دولها ومجتمعاتها حولت هذه الطغم الأزمة من أزمة سياسية وطنية إلى أزمة إقليمية ودولية، ورفعتها إلى مستوى يجعلها خارج سيطرتها، ونقلتها إلى داخل مجموعة النظم العربية التي اعتقدت أنها ببنياتها الأبوية وولاءات جماعاتها العشائرية والدينية والمحسوبية يمكن أن تنأى بنفسها عنها وتحتمي بها من عدوى فكرة المواطنة والحقوق السياسية والمعنوية المتعلقة باحترام الأفراد والكف عن اغتصاب إرادتهم وضميرهم وتجريدهم من إنسانيتهم لتسهيل استتباعهم. سقطرى في قلب العواصف، يعنون موقع المشاهد نت والذي أفاد في تقرير عن الأعاصير التي تضرب الجزيرة اليمنية من وقت لآخر. وقال الموقع
نجت سقطرى من الحرب التي دمرت العديد من المحافظات، لكنها لم تنجو من حرب الطبيعة، فلا تزال تحاول لملمة جراح إعصار مكون الذي ضرب الجزيرة في 23 من مايو الماضي وخلف الكثير من الأضرار البشرية والمادية وإعصاري تشابالا وميغ، واليوم تحبس أنفاسها وهي تنظر إلى سواحل الأرخبيل التي تعلو أمواجه بفعل إعصار لوبان الذي يراود السواحل الشرقية والشمالية الشرقية من الجزيرة. وكانت السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى أعلنت عبر وسائل الإعلام رفع جاهزيتها الكاملة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة العاصفة المدارية لوبان. ووفقا للموقع، فإن المواطنين الذين تضررت منازلهم من الأعاصير السابقة ما زالوا يعيشون في خيام دون أن يلتفت أحد لمساعدتهم. الأمم المتحدة تقول إن استمرار حرب اليمن يهدد بأسوأ مجاعة منذ 100 عام، حيث حذرت كما نقل موقع شبكة البي بي سي من أن اليمن قد يشهد قريبا مجاعة على نطاق ضخم إذا استمرت الحرب الدائرة هناك دون وصول المساعدات إلى المحتاجين. وفي حديث للبي بي سي قالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة لشؤون اليمن إن الجوع يهدد 13 مليون شخص، والأمر قد يتحول إلى أسوأ مجاعة في العالم منذ قرن. وشددت جراندي على أن المجتمع الدولي يجب أن يشعر بالخجل بسبب الأحوال في اليمن. هل يأتي ربيع عربي آخر؟ تحت هذا العنوان كتب كريستوفر ديكي مقاله الذي أعاد الغد نشره بعد أن ترجمه علاء الدين أبو زينة. يجب أن تكون أي ثورات جديدة إذا كانت انتفاضات شبابية في قالب ليبرالي آمل من النوع الذي رأيناه بداية في ميدان التحرير، قد نمت في الوطن، وأن تكون جماهيرية لكنها لا يمكن أن تكون ناقصة، وربما تكون قيادتها منتخبة وإنما لا يمكن أن تعمل بالتعهيد الجماهيري، وسيكون عليها أن تبني منظمات يمكن أن تتحدث نيابة عن الجماهير، وإنما التي تستطيع أيضا توجيه قوة هذه الجماهير، وسوف يفعل الدكتاتوريون كل ما في وسعهم لإحباط هذه الثورات، ولو أنهما بذلا قدرا أكبر من الطاقة لكان الرئيس التونسي بن علي أو المصري حسني مبارك سيتمكنان من احتواء الانتفاضات في العام 2011. ولكن باستعارة عبارات جيم مارسون، كان المسنون هم الذين يملكون البنادق، وكان الشباب يملكون الأعداد، وسوف تأتي لحظة تحدث فيها هذه الأمور فارقا. على المدى القريب كما يقترح كيبل، ربما تكون العراق بعد طغيان صدام حسين والحماقة المتغطرسة للغزو الأمريكي والمذبحة المروعة للحرب الأهلية والصعود المروع لداعش أفضل الأماكن وأكثرها صلة للشروع في إعادة البناء. وسوف تكون إعادة إعمار الموصل التي ظلت لقرون واحدة من أكثر المدن حضارية في الشرق الأوسط مع خليط من السكان السنة والأكراد والمسيحيين مكانا جيدا لمحاولة البدء. بالنسبة لي بعد هذا العقد الوحشي آمل أن تتمكن مصر، حيث كنت قد عشت لعدة سنوات من العثور على طريقها للخروج من القبضة الحديدية لقيادة العسكرة الحالية، وأن تعود إلى نوع من الروح التفاؤلية المغامرة التي رأيناها جميعا في الأيام الأولى للتظاهرات في ميدان التحرير. ثمة العديد من الطرق لتقول صباح الخير بالحكية المصرية، إحداها صباح الفل التي تتمنى لك صباحا بعمق الياسمين، ذلك وهواه الحرية والازدهار والأمل ليست أقل مما يستحقه الشعب المصري. قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن استهداف السعوديين للإمدادات الغذائية في اليمن أسوأ من اختفاء جمال خاشقجي، معتبرة المؤامرة التي استهدفت الصحفي السعودي مزيجا مروعا من الوحشية والغباء. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العمل ليس بأي حال أسوأ عمل نفذته المملكة العربية منذ عام 2015 وإن كان الأشهر في الظهور، مستندة على تقرير للأمم المتحدة عن استراتيجيات التحالف في الحرب اليمنية والذي قطع الشك باليقين وأكد أن القوات السعودية وجهت هجماتها مستهدفة الإمدادات الغذائية. ووفق المقال الذي ترجمه الموقع بوست، فقد أظهر التقرير أن القصف والأنشطة العسكرية الأخرى التي يقوم بها التحالف في اليمن تتعمد استهداف الإمدادات الغذائية وتوزيعها في محاولة لكسب الحرب
من خلال تجويع المدنيين على الجانب الآخر. وأورد التقرير العديد من الدول التي قال أنها قامت بتهيئة الظروف للمجاعة دون الشعور بأي نوع من الأسف، معتقدة بأنها أفضل طريقة للفوز بالحرب ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحلفائهما في واشنطن ولندن وباريس. وقال التقرير إن حملة القصف التي تستهدف مباشرة الإمدادات الغذائية بدأت في عام 2016 وهي مستمرة وتصبح أكثر فاعلية. خطأ النقل لا الأصل، تحت هذا العنوان كتب سمير عطلة مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: نشأ النظام العربي المتهالك اليوم بعيد الحرب العالمية الثانية، عندما كنا لا نزال في حالة من الفقر والتخلف والأمية، ولذلك كان متوقعا وربما طبيعيا أن ينقل الناشئون عن الأنظمة التي أمامهم. فريق اعتقد أن الخلاص من الفقر هو الاشتراكية السوفيتية، وفريق آخر اعتقد أن النظام تؤمنه القومية الاشتراكية كما في التجربة النازية، وفي الحالتين كانت الرؤية واحدة رغم العداء ما بينهما. الحزب الواحد يؤدي إلى الرجل الواحد ويهتف باسمه وحده. الهند أيضا كانت من العالم الثالث، ونهرو كان زعيما اشتراكيا مؤيدا لليسار ومتحمسا له. تقول ابنته في مذكراتها أنه عندما قام بزيارة إلى الولايات المتحدة أيام جون كينيدي ظل صامتا طوال اللقاء مع الرئيس الأمريكي، لا يجيب إلا عن الأسئلة الضرورية، ولم يكن يبتسم إلا عندما توجه الحديث إليه جاكلين كينيدي. ورغم كل ذلك العداء للرأسمالية وكل الفقر الذي كانت الهند تعيش فيه، اختار نهرو نظاما يكون الأكثر أهمية للهند وأهلها. ظل حزبه حاكما، لكن لبقية الأحزاب الأخرى جميع حقوقها، وظل يجاهد ضد منافسيه، لكنه لم يرسل أحدا منهم إلى سيبيريا أو إلى الموت الجماعي، وخصوصا لم يطلق على نفسه لقب القائد باعتبار أن الناس مجرد قطيع يسير خلفه. لم يحظى النظام العربي لا بالتجربة السياسية الهندية المذهلة ولا بالتجربة الاقتصادية الصينية الأكثر إذهالا، حظي فقط بالمقالات المؤلفة كلها من بضعة تعابير تتكرر كل يوم وكل زمان. وإذ يمضي علماء السياسة في درس أسباب الفشل الذي لحق بالفاشية والنازية والشيوعية على مستوى واحد، قد يفيدهم أن يدرسوا أيضا أسباب ومكونات الفشل الذي مني به النظام العربي، مثله مثل الأنظمة المذكورة لم ينجح إلا في التدمير. أما عن آخر تداعيات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تقول صحيفة لوموند الفرنسية أنه تصاعد التوتر في الساعات الأخيرة بين المملكة العربية السعودية والعواصم الغربية حول اختفاء الصحفي خاشقجي. الرياض وعدت بالانتقام إذا تم اتخاذ عقوبات ضدها، أتى ذلك عقب تهديدات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تحدث عن عقوبة شديدة على المملكة العربية السعودية إذا ثبتت مسؤوليتها في اختفاء خاشقجي. فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا طلبت من المملكة العربية السعودية وتركيا إجراء تحقيق موثوق به بشأن هذا الاختفاء. مسؤول سعودي كبير طلب عدم نشر اسمه، قال لوكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه في حالة تطبيق إجراءات ضد المملكة فإنها سترد بجزاءات أكبر، محذرا من أن اقتصاد المملكة له دور ونفوذ حيوي بالنسبة للاقتصاد العالمي. لكن بعد تصريحات ترامب خسرت بورصة الرياض أكثر من 5% في أكبر خسارة لها منذ 3 سنوات. من صحيفة دوتش فيلي، لم تختر القوارض من طائرة وزير المالية الألماني أولاف سولت كما يقول الموقع سوى الكابلات لقضمها بعد زيارة قام بها لإندونيسيا. فاضطر الوزير لأخذ طائرة من بالي إلى برلين في رحلة استغرقت 22 ساعة. ووصل شولتز إلى برلين بعد رحلة استغرقت 22 ساعة من بالي مع تغيير للرحلات في هونغ كونغ وزيوريخ، واضطر السياسي الاشتراكي الديمقراطي للعودة إلى ألمانيا في أقرب وقت ممكن بسبب انتخابات الولاية في بافاريا والحاجة إلى إجراء مشاورة مع حزبه.
قالت مصادر في اجتماع صندوق النقد الدولي لوكالة الأنباء الألمانية أن القوارض وربما الفئران قد قرضت الكابلات الكهربائية للطائرة، وأنه تم إبلاغ شولتس أنه يتعين عليه اختيار عدد من أقرب مساعديه للعودة معه، وطلب منه في البداية عدم الإبلاغ عن الحادث. ولا يزال أعضاء آخرون في وفد شولتس وحوالي 20 صحفيا متواجدون في بالي بانتظار الحصول على مزيد من المعلومات، والطائرة سيتم نقلها إلى سنغافورة حيث ستخضع للفحص. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الديلي تيليغراف، وتغطي العديد من نواحي الحياة الاجتماعية والسياسية. نتابع الصور. الكاريكاتير مهرب للكثير من أصحاب الرأي للتعليق حول أحداث ما بطريقة ساخرة ربما، لكنها تحمل الكثير من المعاني والتي أحيانا لا تستطيع الكلمات حتى التعبير عنها. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها في جولتنا لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله. إلى اللقاء.